بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف في باب الاستنجاء، وقفنا عند قوله رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ومن آداب قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة، هي الكعبة المشرفة، وكذلك استدبارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، فقال: فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا إلى الجهة التي تنحرف بكم عن القبلة، وذلك إكراما لبيت الله العتيق. وهذا في الفضاء مجمع عليه، أنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة. وأما في داخل البنيان فهذا موضع خلاف، فمن العلماء من يرى أنه لا بأس به داخل البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعض أصحابه، وهو ابن عمر، رآه يقضي حاجته وهو مستقبل الشام، مستدبر الكعبة في داخل البنيان، فدل هذا على جواز استدبار الكعبة في داخل البنيان، ومثله الاستقبال. والقول الثاني أنه يحرم سواء في الفضاء أو في البنيان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا عام في الصحراء وفي البنيان، ولقول بعض الصحابة لما فتحوا الشام: وجدنا مراحيض متجهة إلى القبلة، قال، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا دليل على أنهم يرون أن استقبال القبلة واستدبارها محرم حال قضاء الحاجة في البنيان وفي غيره. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: لأنه حتى في الفضاء الإنسان، حتى في البنيان، يعني حتى في الفضاء، نعم، قال: حتى في الفضاء لا يخلو من وجود حائل بينه وبين الكعبة من الجبال والكثبان والرمال، ومع هذا نهي عن استدبارها واستقبالها. فليس، والله أعلم، أن العلة هي وجود البنيان أو عدم وجود البنيان، لأنه لا بد أن يكون بينه وبين القبلة حائل من الجبال أو غيرها، ومع هذا نهي عن استقبالها واستدبارها على وجه العموم. نعم. وفما القول في حديث ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أجاب عنه بأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إذا قال قولا وعمل بخلافه فهذا دليل على خصوصيته، أن القول يكون تشريعا للأمة، وأما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، صلى الله. أو أن ذلك منسوخ بحديث النهي
عن استقبال القبلة واستدبارها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. أي يحرم لبثه فوق حاجته، يحرم أنه إذا قضى حاجته يبقى عليها، لما في ذلك من سوء الأدب، ولما فيه من ما ذكره بعض الأطباء من الضرر، قالوا إنه يسبب حدوث البواسير أو يدمي الكبد، وأيضا لما فيه من كشف العورة، من استمرار كشف العورة. إذن فلبثه فوق حاجته بعدما يفرغ من قضائها فيه هذه المحاذير: إطالة كشف العورة، وما فيه من ملابسة الخبث والقرب منه، وما فيه من ما ذكره بعض الأطباء من أنه يورث أنواعا من المرض. فلأجل هذه المعاني يحرم لبثه فوق حاجته. في مثل هذه الدورات يا شيخ، لو أن الداخل حينما فرغ من حاجته هم بالوضوء، الأولى له أن يخرج فيتوضأ في المغاسل المفتوحة، أو لا سيان أن يتوضأ هنا أو في داخلها؟ هذا سبق الكلام فيه، وقالوا يستحب أن يتحول من موضع قضاء حاجته ليستنجي في مكان آخر، هذا من باب الاستحباب. أيضا دورات المياه المعروفة الآن، الأذى يذهب مع الماء، ليس فيه براز أو بول يكون تحته، وإنما يذهب هذا ويندفع مع الماء، فلا مانع أن يستنجي في المكان الذي قضى فيه حاجته لأمن التلويث، وأن يتوضأ أيضا ولبعد النجاسة عنه، ويتوضأ، لا مانع من ذلك، لا مانع أن يتوضأ إذا كان آمنا من حصول شيء من آثار النجاسة يلحقه. نعم. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، يحرم بول الإنسان أو تغوطه في طريق، في قارعة الطريق وهي الجادة التي يسلكها الناس، ومثله الشارع الذي يستطرقه الناس. نعم. يحرم قضاء حاجته فيه لما فيه من أذية الناس وتلويثهم بالنجاسات، وكذلك الظل النافع الذي يستظل به الناس ويجلسون فيه لحاجاتهم والتحدث فيما بينهم، فهذا مرفق من مرافق المسلمين، فلا يجوز أن يفسد عليهم بالبول أو الغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، وفي الظل. فهذه مرافق للناس، لا يجوز لأحد أن يفسدها عليهم، ومن أفسدها استحق لعنته ودعاءهم عليه باللعنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، اتقوا الملاعن الثلاث، أي التي توجب لعنة الناس على من أفسدها عليهم: البراز في الموارد، وهي موارد المياه التي يستقون منها، وقارعة الطريق، وهي الجادة التي يسلكها الناس والدواب، وكذلك الظل، والظل قيد بالظل النافع، أي الذي يحتاجه الناس وينتفعون به. أما الظل الذي لا ينتفع به ولا يجلس فيه
فلا مانع من قضاء الحاجة فيه، الظل المهجور الذي لا يستعمل ولا يحتاجه الناس لا بأس أن يقضي الإنسان حاجته فيه. وهذا يجرنا إلى الكلام عن كل مرافق المسلمين ومرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها، فلا يجوز للإنسان أن يلوثها وأن يفسدها عليهم. وكما جاء في الحديث أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، ومفهومه أن إلقاء الأذى في الطريق أنه من شعب الكفر وشعب النفاق. فالحاصل أنه يجب احترام مرافق المسلمين وصيانتها مما يفسدها عليهم. وبالمناسبة فإن هناك خطأ يقع فيه كثير من المسافرين حينما يمرون بأشجار فيها ظل على الطريق أو كبار يستظل بها الناس ويستريحون تحتها وينتفعون بها، فيأتي من يأتي وإذا قضى منها حاجته واستراح فيها بعض الوقت لوثها بما يلقي فيها من الفضلات، فضلات الطعام، أو يسلخ فيها الذبائح ويترك فيها الدماء والملوثات، أو يغير فيها الزيت أو ما أشبه ذلك من المؤذيات فيتركها لا ينتفع فيها بعده. فهذا يدخل في هذا النهي الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلمين في طرقاتهم وفي ظلهم، لأن من يأتون بعده وهم بحاجة إلى الاستراحة يجدون هذا المكان قد أفسد عليهم، فلا بد أن يحصل منهم دعاء عليه وهو مستحق لذلك. وأما قوله والأشجار المثمرة، أي يكره أيضا قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة التي لها ثمر يقصد للأكل أو للانتفاع، لأن ذلك يلوثها عليهم وأيضا يحصل به أذى لمن يريد أن يصعد هذه الشجرة ويأخذ من ثمرها بما يجده في أرضيتها من القاذورات والنجاسات. أما الأشجار التي فيها ثمر لا يقصد ولا ينتفع به ولا ينتفع بظلها أيضا فلا حرج في قضاء الحاجة تحتها. فالمدار كله على ما يرتفق به الناس وينتفعون به، فإنه يجب تجنبه وصيانته وتنظيفه لأجل أن يبقى نفعه للناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل الخارج موضع العادة. الآن جاء المصنف على موضع الترجمة، لأنه قال فيها باب الاستنجاء، فلما ذكر الآداب التي تسبق الاستنجاء والاستجمار انتهى إلى المقصود. نعم. قال يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. الجمع بين الاستنجاء والاستجمار هو الأفضل، والاستجمار معناه تنشيف المخرج بالحجارة، تنشيف المخرج بالحجارة. والاستنجاء معناه أيضا تطهير المخرج بالماء، بغسله بالماء. هذا يسمى بالاستنجاء، والجمع بينهما أفضل بأن يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على أحدهما أجزأه ذلك. فلو اقتصر على الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها ونشف المخرج كفى هذا، وهذا بالإجماع. الحمد لله. ولو اقتصر على الاستنجاء بالماء أيضا يكفي هذا.
قالوا ولكن الأفضل إذا أراد الاقتصار على أحدهما أن يقتصر على الاستنجاء بالماء لأنه أكمل في التطهير. ولهذا قال المصنف ويجزئه الاستجمار، يعني إذا اقتصر على الاستجمار بالحجارة يجزئه. نعم نعم قال إن لم قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة بهذا الشرط. نعم يجزئه الاستجمار إذا كان الاستجمار منقيا وتكاملت شروطه ولم يعد الخارج من السبيلين موضع موضع ولم يعد الخارج موضع العادة بأن كان الأثر على المخرجين فقط. نعم. أما إذا تعدت النجاسة عن المخرجين إلى الفخذين فإنه الزائد لا بد من غسله بالماء لأن الاستجمار إنما هو على المخرج فقط، وما زاد عنه أصابته نجاسة فلا بد من غسله كسائر الجسم. نعم. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. يشترط للاستجمار الذي يحصل به المقصود وتحصل به طهارة المحل شروط. الأول أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات منقية كما يأتي. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار لما أراد أن يقضي حاجته، طلب ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقام الثلاثة الأحجار من ثلاث مساحات منقية ولو بحجر واحد له شعب كما يأتي. نعم. الشرط الثاني أن يكون الاستجمار منقيا بحيث يكون بحيث لا يبقى من أثر الخارج إلا أثر يسير لا يطهره إلا الماء، هذا معنى الإنقاء. نعم. أن يذهب بأثر النجاسة عن المخرجين ولا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، هذا معنى الإنقاء بالاستجمار. والشرط الثالث أن لا يكون الاستجمار بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الروث والعظم. قال صلى الله عليه وسلم من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، فلا يجوز الاستنجاء بالعظم جميع أنواع العظام، ولا يجوز الاستجمار بروث الدابة بجميع أنواعه. والمراد الروث الطاهر الذي هو من بهيمة الأنعام مما يؤكل لحمه. نعم. أما روث الحيوان النجس فهذا نجس في ذاته فلا يجوز، يعني خرج بشرط الطهورية قبلا. أي نعم. الشرط الثالث الرابع أن يكون ما يستجمر به طاهرا، أن يكون ما يستجمر به طاهرا. أما إذا كان ما يستجمر به نجسا كروث الدواب التي لا يؤكل لحمها. نعم. أو كروث الدواب التي لا يؤكل لحمها، لكن الروث جاء النهي عنه عاما، جاء النهي عنه عاما، قال لا تستجمر من استجمر برجيع دابة أو عظم، رجيع دابة هذا عام فلا يستجمر بالروث عموما ولا بالعظم عموما. فيشترط في الشرط الرابع أن يكون ما يستجمر به طاهرا في نفسه يخرج بذلك النجس أو المتنجس فلا يستجمر به لأنه لا يطهر. وهذه شروط الاستجمار، أن يكون
بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها، أن يكون طاهرا، أن يكون غير عظم ورجيع دابة، أن يكون منقيا، أن يكون منقيا للمخرج. فإن كان غير منق فإنه لا يجوز الاستجمار به، وذلك مثل الأشياء الملسة التي لا تزيل الأثر، الشيء الأملس والصقيل، كالأشياء التي ليس فيها خشونة فإنها لا يستجمر بها، لأنها لا تنقي. ويشترط في الاستجمار ألا يعدو الخارج موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فلا بد من غسله ولا يكفي فيه الاستجمار. نعم. قال: غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. غير العظم والروث هذا عرفناه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وطعام المراد به ما يطعم سواء للآدميين أو للبهائم، فلا يجوز الاستجمار به لأن ذلك يلوثه ويفسده. ومتصل بالحيوان فلا يجوز أن يستجمر أو يستجمر بذنب حيوان أو بعضو حيوان، لأن ذلك يؤذي هذا الحيوان وينجسه ويلوثه. ومحترم، والمحترم كل شيء له حرمة وله قيمة، كمما ينتفع به الناس كالدراهم والدنانير والأقمشة والخرق التي ينتفع بها الناس ويستفيدون منها، فلا يجوز له أن يستجمر به لأن ذلك يفسده على من يريد الانتفاع به. نعم. قال: ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب. هذا من شروط صحة الاستجمار كما سبق، أن يكون ثلاث أحجار، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار، ويكفي عن ثلاثة الأحجار ثلاث مسحات منقية، ولو بحجر واحد له شعب يعني له جوانب، فيمسح بكل شعبة مسحة منقية، فتكون هذه الشعب تقوم مقام ثلاثة الأحجار، لأنه يحصل بذلك الغرض المطلوب وهو الإنقاء المحل. ويقوم مقام الأحجار أيضا كل ما ينقي المحل من المناديل الخشنة والخرق التي لا يحتاج إليها، تقوم مقام الأحجار كل ما ينشف المحل وهو طاهر فإنه يقوم مقام الأحجار، لكن لابد من ثلاث مسحات منقية، كل واحدة تكون منقية في نفسها. نعم. قال: ويسن قطعه على وتر. يسن قطع الاستجمار على وتر، بأن يجعله ثلاث مسحات أو بثلاثة أحجار، وإذا استجمر بأربعة أحجار يقطعه على خمسة أحجار، وهكذا لا يقطعه على عدد غير وتر، لأن الوتر مستحب في كل الأشياء ومنها الاستجمار. نعم. وكذلك الاستنجاء بالماء، أن يجعله على وتر. الاستنجاء بالماء ذكروا أن غسل النجاسة لابد من سبع مرات غسل النجاسة، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح، لأن الريح لا تلوث، ولأنه لم يرد الاستنجاء منها والاستجمار منها، ومن فعل ذلك فهو متنطع ومبتدع. قالوا: وكذلك مثل الريح الطاهر كالمني إذا خرج من الذكر فإنه طاهر، إنما يوجب الوضوء فقط ولا يوجب
الاستجمار أو الاستنجاء لأنه طاهر. وغير الملوث قالوا مثل الولد، إذا ولدت ولدا ولم يخرج منها دم فإنه لا يوجب ذلك الاستجمار، لا يوجب ذلك الاستجمار. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. من شروط صحة الوضوء أن يكون مسبوقا باستجمار أو استنجاء، أن يكون مسبوقا بالاستجمار أو بالاستنجاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، فقدم صلى الله عليه وسلم غسل الذكر على الوضوء ورتبه بثم وثم للترتيب، فدل على أنه لا بد أن يكون الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، وذلك إذا قضى الإنسان حاجته وأراد أن يتوضأ فإنه لا بد أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. فلو عكس، توضأ أولا ثم استنجى أو استجمر بعد ذلك، لم يصح وضوءه على هذا الحديث. كيف يا شيخ تسمى الحجارة جمارا، يعني كما نسمع الاستجمار ورمي الجمار في مكة؟ الحجارة تسمى جمارا إذا كانت صغيرة ومنها حصى الجمار. نعم. الحصى الصغار تسمى جمارا. واحدتها جمرة؟ واحدتها جمرة، نعم. الحصى الصغار هذه الجمار، والاستجمار من هذا مأخوذ من هذا المعنى. السلام عليكم. وينبغي التنبيه، نعم، إلى أمر يقع فيه بعض العوام، وهو أنهم يظنون أن الاستنجاء والاستجمار من أحكام الوضوء وأنها من أعضاء الوضوء، ولذلك يستنجون عند كل ما يريدون الوضوء، نعم، ولو لم يحصل منهم قضاء حاجة، وهذا غلط. الاستنجاء والاستجمار إزالة نجاسة، وإنما تفعل عند قضاء الحاجة فقط. فإذا استنجى أو استجمر ثم أراد بعد ذلك أن يتوضأ فإنه لا يعيد الاستنجاء والاستجمار مرة ثانية، لأنه حصل المقصود فيتوضأ فقط. يجب التنبيه على ذلك، أن الاستجمار والاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، ليس من يعني من أحكام الوضوء، يعني هذا ليس شيء داخلا، ليس داخلا في الوضوء، وإنما هو إزالة نجاسة، تزال النجاسة عندما تحصل، فإذا أزالها كفى هذا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لا بد من تعليقه على ما سبق. تفضل شيخ. وذلك أن هذه الأحكام العظيمة المفصلة في هذا الباب عند قضاء الحاجة تدل على كمال هذه الشريعة وعنايتها وشمولها بأمور العباد، وأنها لم تترك شيئا إلا بينته ووضحته للأمة. ولهذا لما قال بعض الكفار لبعض الصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصب اليمنى وأن نعتمد على اليسرى وأن إلى آخر ما ذكر من آداب قضاء الحاجة. فالشريعة لم تترك شيئا إلا بينته ووضحته، ولأن هذه الأمور من الضروريات، لأنها يترتب عليها أحكام العبادات من الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي أمور مهمة وآداب عظيمة، ولا يلتفت إلى قول من يقولون أنتم تعتنون بآداب قضاء الحاجة وبأحكام الحيض والنفاس وتتركون قضايا الأمة المهمة. نقول لهم نحن لا نترك شيئا من أحكام ديننا، جلت أو صورت، لا نترك شيئا من أحكام ديننا، بل نعتني بجميع أمور الشرع، ولا سيما ما يتعلق بالعبادة والصلاة فإنه يجب العناية به. وهذا لا يمنع من الاهتمام بقضايا الأمة، لا يمنع هذا من الاهتمام بقضايا الأمة والاهتمام بالشؤون العامة، لا يمنع هذا،
أما أننا نأخذ جانبا ونترك الجانب الآخر فهذا نقص في التصور، فلا بد أن تؤخذ أحكام الشريعة بكاملها. نعم. لعل مما يبين ما قلتم فضيلة الشيخ أنه بضدها تميز الأشياء، أن المذاهب الأرضية والطروحات العلمانية التي يراد تسيير الشعوب والمجتمعات عليها ليس فيها مثل هذا الشمول لكل جوانب الحياة، فليس مذهب من مذاهب الأرض يتحدث بالتفصيل عن كل ثانية من ثواني البشر وحياتهم ووضوئهم وخلوتهم كما يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك، هذا لا شك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، جزاكم الله خير، وأتممت لكم الإسلام دينا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في نهاية لقائنا نشكر لفضيلة الشيخ حسن جوابه وشرحه، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلي فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.